وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح من الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح كابتن بعد اذنك الساعة وات؟ الساعة وات؟ How much clock? ماتش كلوك هاو ماتش كلوك ار يو اسيف عشان ما يحصلكش زي صاحبنا اللي في اول الفيديو دوت ما تيجي بقى نتعلم هاو تو اسك اند هاو تو تيل تايم ان انجلش ازاي تسال وازاي تجاوب عن الوقت او الاوقات في اللغه الانجليزيه يلا بينا اولا كده هاو تو اسك دي سهله جدا يا اما تقول وات تايم از ات اور وات از ذا تايم وات تايم از ات ممكن تضيف ناو وات تايم از ات ناو اور وات از ذا تايم Now. ممكن بضيف قبلها can you tell me the time يعني حاجات تانية بس الطريقتين الشائعين ان احنا نقول what time is it or what is the time now وممكن ندخل معاهم can you tell me the time please تعال بقى تخش في الاهم اللي هو ازاي تجاوب how to tell time in English يلا بينا اول طريقة معانا اللي هي انك تبقى جايب الرقم او الوقت او الساعة ساعات وبعدها دقائق لو عاوز تجيب دقائق وتجيب بعدها يا اما AM او PM AM بتبقى من الساعة 12 بالليل 12 midnight لغاية 11:59 صباحا يعني قبل 12 الظهر على طول و PM من 12 noon يعني من 12 الظهر لحد 11:59 أو 11:59 بالليل قبل 12 midnight على طول مثلا لو هقول لك أنا هقابلك الساعة 5 العصر دي 5 العصر دي داخلة فين؟ داخلة في ال PM فبنقول إيه؟ I'll meet you at 5 p.m. 7 p.m. 8 p.m. مثلا انا بنام كل يوم الساعة 3 الفجر 3 دي داخلة في الايه في الام I go to bed at 3 a.m. تمام خد بالك برضه انت ممكن تحط دقايق لو عاوز تقول لصاحبك مثلا اقابلك مثلا الساعة 8 وثلث مساء حتى هنقول 28 I'll meet you at 8:20 p.m. طبعا خلاص و AM و PM يعني في ناس احيانا بيقولوا لهم اختصار لايه هم مش انجليزي اصلا AM اختصار لحاجة اسمها anti meridian و PM اختصار لحاجة اسمها post meridian يعني قبل الظهر وبعد الظهر وهي لاتن يعني سؤال ملوش لازمة الانجليزي في حاجات طبعا من اللاتيني كتير تعالوا بقى نخش بسرعة على الطريقة التانية يلا بينا تاني طريقة بقى ان احنا بدل ما بنقسم اليوم AM و PM زي في الطريقة الاولانية بنقسم اليوم ثلاث حاجات بنقسمه in the morning يعني في الصباح و in the afternoon و in the evening in the morning ده بيبقى زي AM في الطريقة الأولى من الساعة 12 بالليل 12 midnight لحد 11:59 صباحا قبل 12 الظهر على طول in the afternoon من 12 noon يعني من 12 الظهر لحد إيه بقى مش لحد وقت أو أوقات لحد sunset يعني لحد لما الشمس تغرب دي اسمها afternoon أو in the afternoon آخر حاجة عندنا اللي هي in the evening ودي بقى from sunset يعني من غروب الشمس لحد الساعة 12 أو لحد 11:59 اللي هي قبل على طول 12 midnight يعني لو عاوز أقول لواحد هقابلك مثلا 11 الصبح I will meet you 11 in the morning اللي هي بتساوي AM طيب هقابلك الساعة 3:30 عصرا طبعا بتبقى الشمس لسه طالعة فبيبقى المفروض ان احنا في الظهيرة فبنقول I will meet you at 11:30 in the afternoon طب لو هتقابله بقى في المساء فبتقول له مثلا هتقابله الساعة 10 مساء او 10 وربع بتقول له I'll see you at 10:15 in the evening يبقى الطريقة الاولانية عندنا فيها AM و PM بس لكن التانية بنقسم اليوم ثلاث حاجات in the morning in the afternoon and in the evening طب نخش على اخر طريقه الطريقه الثالثه يلا بينا ثالث طريقه واللي هي اللي بتبقى شويه complicated بس هنحاول نفهمها عن طريق الساعه ديت الطريقه الثالثه ان احنا بيبقى عندنا الساعه متقسمه نصين زي ما انتم شايفين نص بنحط فيه النص الاولاني بنحط فيه past past ونص الثاني بنحط فيه to تمام وهنا الطريقه الثالثه هي الطريقه الوحيده اللي بنبتدي فيها بالدقائق مش بالساعات يعني بنجيب minutes وبعدين بنجيب بعدها hours واحد يقول لي طيب past و to دول بيعملوا ايه past و to دول بيتحطوا ما بين الدقائق وما بين الساعات يعني خلينا نقول ان past دي معناها و زي ما نقول في الانجليش في العربي خمسة وربع بس بتبقى بالعكس طبعا بتبقى في الانجليزي زي ما نقول كده ربع وخمسة و
2 بتبقى الا لما احب اقول لواحد مثلا 6 الا ربع وهكذا. يعني خلينا اديك مثال، لو انا عاوز اقول لواحد مثلا انا هقابلك الساعه 5 و10 تمام، انا هقابلك الساعه ايه 5 و10، هقول له مثلا ايه 10 بعد الخمسة كده بتتقال في الانجليش، يعني بنبتدي بالدقيقة الاول فهنقول 10 past 5. طيب 6 و10 10 past 6، 7 و10 10 past 7 وهكذا، ماشيين بباست لغاية لما نوصل نص. يعني 5 ونص بنقول 30 او half، خد بالك ان 30 في الانجليش ممكن تتسمى half، فبنقول 30 past 5 او half past 5، لان 30 قلنا تاني بتساوي half تمام. بس زي ما انت شايف بنبتدي بالدقايق وبعدين ايه الساعات. طيب لو عاوزين بقى نقول الا، اوكي زي مثلا 5 الا تلت، 5 الا ربع، او 6 الا تلت، 6 الا ربع، 6 الا 10، 6 الا 5، او حتى لو 35 دقيقه نقولها ازاي. كل اللي بتعمله ان انت بتشوف باقي قد ايه على الستة، يعني مثلا لو هي لو احنا هنقول مثلا 6 الا تلت باقي قد ايه، باقي على الستة قد ايه، باقي 20 دقيقه وتتم 6، فبنجيب دي الدقايق الاول وبنقول مثلا ايه 20 20 2 6 او 20 to 7 7 على تلت، او 20 to 8 8 على تلت. طيب لو باقي لو هي 6 35 6 35 خلينا نختبر كده سريعا، يبقى باقي قد ايه على السبعة، باقي 25 دقيقة 25 to 7. لازم اقول سريعا كده ان 15 في الانجليش اللي هم 15 دقيقة بنقول عليهم quarter، ما في طبعا quarter دي ممكن تلاقيها في القاموس بس اولد انجليش ما حدش حد بيقولها، حتى البريتش بيقولوا quarter، فكوارتر او كوتا سواء تقولها كده او كده بس بلاش كوارتر. كلمه اوكلوك اوكي هي لسه مستخدمه في الانجليش بس يعني ما عادتش مستخدمه زي الاول، لان انا مضطر مهما اجيبها برضو لازم اجيب بعدها اي ام او بي ام او ان ذا مورنينج او ان ذا ايفنينج، لانها ما بتحددش. وفي ناس كتير نيتيفز بقوا بيشيلوها وما عادوش بيقولوا اوكلوك، لكن لو عاوز تستخدمها بعد الاوقات انا ما عنديش فيها اي مشكله. خلينا بقى نتكلم سريعا كده على شويه مصطلحات مرتبطه بالوقت عشان نقفل الفيديو. لو عاوز تقول ساعتي مقدمه بتجيب الوقت وبعدين بتجيب فاست، فبتقول مثلا ايه ماي واتش از، ماي واتش يعني ساعتي از 10 مينتس فاست يعني مقدمه 10 دقائق. طب لو متاخره على 15 دقيقه يبقى ماي واتش از 15 مينتس سلو، my watch is 15 minutes slow times money يعني الوقت فلوس، زي في العربي الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. time flies يعني الوقت بيطير بسرعه جدا او صعب تمسكه. time after time يعني again يعني مثلا بقول لك that happened time after time يعني ده حصل تاني وتالت ورابع، حصل كتير. on time يعني اوصل في الوقت بالظبط، فلما اقول لك مثلا ايه he's so accurate he always arrives on time only time will tell، يعني مثلا لما بسال واحد واقول له what will happen ايه اللي هيحصل، هو يقول لي ده في علم الغيب only time will tell تمام. دي شويه ايديمز كده سريعا، اتمنى يكون الفيديو عجبك. if you like the video please share and like thank you.